لماذا تكره؟ من المهدوي؟ ها قصدك علاء وليش اكره؟ عزيز هذا الرجل جاي ينشر الاباطيل والخرافات يضحك على الناس. احنا نكره الباطل اللي ينشر. جاي ينشر الباطل. خليني اقول لكم فتشي. قبل اسبوع دخل علي حساب كاتب لي اذا تبطل من التعرض لعلاء المهدوي انا استطيع ان اعيد لك كل حساباتك المهكرة. بهالشكل الرسالة. لما شفت الرسالة من حساب بنية اسمها يثير الشبهة. اسمها صاكة. قلت له بابا انت بنية شنو هالاسم هذا؟ انت شنو تشري؟ قالت انا اسوي العاب. تبو شنو جابش على علاء؟ قال ما لك علاقة بابا. انت جاي تسولفيني على علاء وتقولي لي ارجع حساباتك المهكرة. اسمك يعني اسمك شبهة. اسمك شبهة يعني هذا الاسم ما تخليه امرأة محترمة. انت شلون كاتبة اسمك بهالشكل هذا وحاطة صورة مرأة؟ صورة طبعا صورة مو صورة حقيقية يعني صورة من هاي الصور اللي يسووها بالفوتوشوب وكذا. المهم يعني صورة مرأة. قالت يعني انت شو تريد؟ احنا ندخل بحساب متدينين؟ احنا ندخل بحساب غير متدينين وندعو للدين. بس ايش تحكي؟ ايش تحكي؟ تفضل. هذا المهدوي هجمات. ثاني تطقيت حضر قلت الله يا سلام. بابا انت حد لا تعرف فين الصح من الغلط، لا تعرف فين الشيء اللي يسيء من الشيء اللي ما يسيء. يعني هذا الشيء يسمونه. بابا قلت له اساسا ما عندي حسابات مهكره، الحسابات هاي متوقفه بسبب التبليغات. مو بس هاي، تقول انه الشيخ عنده ناس تتشيع. قلت له بابا الناس اللي هم يشتغلون مع الشيخ انا سالتهم قالوا احنا ندفع فلوس حتى الناس يقولون احنا تشيعنا. قالت لا انا اشهد انه لا ما ندفع فلوس. قلت له بابا انت مره قلي لها انت لو قلت لها انت لو يجتمع منك 1000 وحده يشهدن بطلاق امراه ما تمشي شهادتك، فانت شو تشهدين؟ انت شهادتك منو؟ قال لي تقدر تشهدين بهي القضيه. هذه قضايا احنا اذا نريد ناخذ شهاده نحتج بكلامك. انت مره ترى شهاده النسوان ترى خاصه بامور خاصه بالنسوان، اما بهيج قضايا منو يطلب شهادتك انت؟ بعدين دول رجال وما لهم مصلحه وهم من اتباع الشيخ مالتك هذا اللي يسمينه الشيخ ويقولون احنا، وهم ناس كبار هم مو ناس صغار. انا اللي حكيت فيهم ناس كبار مو ناس صغار، وحتى ما كانوا يشتغلون بفلوس مثل ما بقيه يشتغلون بفلوس. قالوا احنا دخلنا على مود قالوا ان هذا يدافع عن الدين، ولكن اللي اقوله احنا كنا ندفع فلوس للناس على مود يحكون هذا الحكي. تفضل يقول لك والله تكره المهدوي. وبابا هذا كره الناس بالدين الصحيح، خلى الناس عندهم الدين مجرد خداع وتزوير وتدليس وكذب وفشاير. بابا متى كان الدين بهالشكل ينطرح؟ متى كان الدين بهالشكل؟ بابا الناس لما تقول أن فلان من الشباب متدين يعني إنسان ينحلف براسه. يعني إنسان لما تأخذ حكايته مثل ما أنت تقرأ قرآن تأخذ حكاية فلان المتدين. أما هسه الدين صار بس كلام، ماكو سلوك، بس كلام يحكي بالدين فقط. أما تقول له شنو الدين ما يدري. يا أبو وين الدين بسلوكك؟ ما يدري ولا يعرف شيء اسمه الدين الا سلوك. يقول لك انا جاي دافع. انت جاي تدافع؟ عمي اذا هي على الدفاع هذا الحيدري قدامنا هم كان يدافع عن الدين، وتاليته يستهزئ بعلي بن ابي طالب، تاليته يسب الشيخ الطوسي، تاليته يسب المراجع واحد واحد. ليش؟ شايف نفسه هم اللي قال ناس تطبل له مثل ما انتم جاي تطبلون لهذا